شاعر بياصل. شباب لو سمحتوا شاعرنا يعني على قولتهم نعطيه مساحته وياخذ راحته. تمام اي والله شاعر جاينا ان شاء الله. شاهدين الكرام خلونا نرحب احنا وياكم بالشاعر الكبير فحل من فحول الشعر محمود بن سلطان. يا مرحبا. يا ربي ما توع بس. جاء باللي جاء يا مرحبا باللي جاء باللي جاء يا مرحبا. شكيتك لله يا شاعر. هاي ملزقة. لا تعبت شاعرنا والله. هاي بس ما تصحط على راسي ملزقة بألتكو بس رب ما توع. لا هاي ان طاحت شلناه لك من الارض يا انت شاعرنا وعلى قولت. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفل اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل. اختر تحويل لجمعية خيرية من القائمة. اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية. ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل. من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف. تبرع بما تجود به نفسك وهنيئا لك تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. من هالحليب الخايس وخود من حليب البعرون احسن لك. احسن لك بعير يعني إيه بعرون لان لساته صغير. ايوه ايه ها أه؟ لا تعال وقف قدامي. تعال وقف قدامي بدي يعصبني. وش عدل الشاعر حسب زبط لي هاي ضبطت. انا كل ما حسب تزحط هاي على راسي. يلا معليش هم متقفلين الشباب. وطلعنا نفحط ايه بال شو اسمه هذا زعرور الدباب بالدباب الدباب. وكان الدباب منسم نسم قلنا له يا ابو فلان لانه انت ما رضي لنا اسمه مشان ما نشتمه. ايه وقلنا له يا ابو فلان لا تطلع الطعوس وانت منسم. نسم احسن مالك قاعد من غير ما تنسم. روح انفخ اللي منسم. نسم السلام عليكم. سلام الله. والله ما تروح يخرب بيتك. عيد لا عنده على كذا. اقسم بالله اذا الجمهور عاد انا بعيده. طيب طبعا اعطيكم الجميع 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 يعرف كيف ان الشيف يقدر الصحبه. نعم صحيح. فاحدى او احد الفانزات والمعجبين بالشيف معانا باتصال. حياك الله. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا قلبك. مو ابن المدير. كيف الحال؟ متفاعلين معكم. الله الله محمد محسن. محمد محسن معنا اتصال. يا هلا وسهلا. يا هلا بكم. يا مرحبا. الله يحييكم. حيا الله وجهه طيبه. وينك ولا وينك؟ ابو محسن اول شيء افتقدناك يعني وقال يوم واحد. ما تبدو غالي ان شاء الله. الشباب كله